لكن ليفاندوفسكي، اوباميانج يضيع، ليفاندوفسكي ما يضيعش، وبوركي عارف الحكاية، عارف الرواية، عارف ان في ركلة جزاء. ومعها هنا حكم اللقاء هيدي امامنا كارت اصفر للحارس بوركي. شوف كرة القدم وقسوتها، اوباميانج يضيع الفرصة، ضيع في الشوط الأول، يعني أمامنا ليفاندوفسكي فرصة من الفرص الخطيرة في آخر لحظات الشوط الأول، وأمامنا هنا وسجل هدف في مباراة اليوم وياخد ركلة جزاء في هذه اللحظة، راوغ في يعني لقطة من اللقطات الجميلة، هي كرة القدم كده، اوباميانج يضيع، ترد الهجمة ويحصل على ركلة، وأمامنا يريد أن يسجل، سجل ثلاث ركلات جزاء من اهدافه ال 25، ينفرد بصدارة الهدافين روبرت ليفاندوفسكي اللاعب البولندي الرائع اللي امامنا هنا بيشتكي من اصابه في الكتف، الهدف الرابع والثاني في هذه الليله ليفاندوفسكي اللي بيتقدم، شوف الثقه ويتقدم، وادي امامنا بوركي وراح في الزاويه الشمال.